اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين، هنبدا طبعا لازم يكون معانا الاكل متنوع وحريصين كل الحرص بناء على رغبه حضراتكم، بنعمل الاسئله وبننفذ اللي حضراتكم بتطلبوه مننا من خلال السوشيال ميديا. كله عايز يعرف شاورمة اللحمه بتتعمل فتة ولا ما بتتعملش، وإيه الفرق بين إن إحنا نعملها فتة بنفس التتبيلة ولا نغير من التتبيلة. هنجاوب على الأسئلة دي عمل النهاردة مع بعض. هنعمل شاورمة اللحمة فتة ونشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة، وأعتقد إن هي مشهورة ببعض المطاعم وبناكلها برة، ولكن مع الشيف المغازي بالتأكيد هيكون لها طعم تاني. عدل الفتة طبعا بيكون دايما الشاورمة بطاطس مقلية. أنا هخرج بره النطاق ده ونعمل النهارده نوع بطاطا اسمها بطاطا حارة، المسمى وتاريخ الأكلة من المطبخ الشامي، ولكن بطاطا حارة بالكزبرة والتومة أكيد لها طعم تاني. البعض بيعملها بالسماء أو دبس الرمان، أنا هعملها النهارده بطريقتي الخاصة هتعجب حضراتكم بإذن الله. ولكن الحلو النهارده بهديل الأطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيشوفونا طبعا على شاشة القناة الأولى، وفي متابعة كبيرة قوي من الأطفال الحلوين بوجه لكم التحية والشكر. أنا بعمل لكم النهارده الكيكة بالشوكولاتة، أعتقد إن هي سهلة يعني نقدر نعملها بطريقة بسيطة، ولكن النهارده هضيف حاجة حلوة إن إحنا ممكن نعملها نوعين في قلب القالب، نوع أبيض اللي هي كيكة الشوكولاتة اللي إحنا عارفينها، والنوع التاني بطابع من الليمون. هنشوف نعملها إزاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عشان تقدروا تتعلموها وتعملوها في المطبخ. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة في الحلقة وكمان معلومة غير معلومة. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوف في خط سير الحلقه مع بعض ازاي معانا شاورما ومعانا كيكه بالشوكولاته هنعملها بطريقه لطيفه وسهله، ومعانا كمان بطاطا حاره. الطبيعي اللي بياخد وقت كبير في الاكله دي كلها هي طريقه عمل الكيكه. مقاديرها على الشاشه بنفس المقادير اللي هقولها اللي موجوده على الشاشه لكل الاطفال الحلوين اللي طلبوها، سهله وبسيطه. 3 كوبايات من الدقيق، معانا 1 كوب من الزيت، 1 كوب من الحليب، 1 كوب من السكر، 4 بيضات متوسطين الحجم، معانا فانيليا تقريبا معلقه شاي صغيره، بيكنج باودر معلقه كبيره، الكاكاو 4 معالق، بشره ليمون للكيكه البيضة، ومعانا شوكولا مكعبات للكيكه اللي بالشوكولاته. هي المقادير انا كنت طبعا حريص ان هي تكون بسيطه ونقدر ان احنا نعملها بطريقه سهله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلوه قوي، اعتقد ان انا عملتها قبل كده بطرق مختلفه، ولكن النهارده عشان لقيت عليها الطلب كتير فحبيت اعملها النهارده كمان بطريقه سهله، ولكن هنعملها بشكل تاني خالص. تعالوا مع بعض نشوف ازاي. اول حاجه بنشوف المواد السائله اللي هي 3 بيضات او 4 بيضات، معانا الزيت، معانا السكر والحليب زي الفل. علشان البيض يبقى سريع الخفق ونضمن ان احنا ناخد الماده الهشه بتاعته لازم نخفق معاه السكر الأول. ليه يا عم الشيف؟ السكر بيساعد على خفق البيض مش الزيت ولا الحليب. بنفس الشكل ده كده المضرب معانا زي الفل، نحط السكر بتاعنا 1 كوب، واحنا بنحط السكر نحط الفانيليا يا عم الشيف، ممكن فانيليا سائلة أو فانيليا زي السكر كده معروفة أهي. أول حاجة كده ذوبان السكر مع البيض يساعد على ذوبان البيض وخفق البيض جيدا. تسلم ايدك يا عم الشيف. ننزل بالزيت 1 كوب تقريبا، لو قللت مفيش مشكله، حطيتي بدل الزيت زبده مفيش مشكله. كميه الحليب بتاعتنا 1 كوب كده، سهل الموضوع علشان الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني دلوقتي. اعتقد الامهات شاطره في عمايل الكيك، ولكن دي انا بهديها لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني. كده البيض اتخفق مع السكر والحليب والزيت ومفيش اي ريحه للزفاره. حلو قوي يا عم الشيف. معانا الدقيق ومعانا البيكنج باودر، المواد الجافه زي الفل معانا اهي. هناخد الدقيق بتاعنا نحطه كده بالراحه.
بالشكل ده كده، ونحط البيكنج باودر عليه ونقلبه بمعلاه ينزلوا على بعض. ومعانا خلي بالك الفرن جاهز مشيكين عليه وزي الفل. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني درجة حرارة الفرن تقريبا 180 اهو. المصفى كده، وليه تنزله في مصفى يا شيف؟ عشان نضمن جودة الدقيق ويطلع معايا هشة ولطيفة وزي الفل. اللي بيقول لك ان الكيكة بتهبط مني بيكون الدقيق واخد رطوبة، او البيكنج باودر واخد رطوبة، او البيض طلعتيه من التلاجة واستخدمتيه على طول. المفروض انك تطلعي البيض وتسيبيه لمدة 10 دقايق بره التلاجة اهو. شوية الدقيق نزلوا كده من المصفى تمام زي الفل. اقلب ده مع بعضه كده واحدة واحدة. يلا القوام يطلع معايا اهو سريعا. اضمن ان كله اتقلب مع بعضه بالشكل ده كده اهو. يلا اللهم صل على النبي. كده معايا العيار بتاعي زي الفل والقوام ده انا عايزه. بعمل ايه يا عم الشيف حالا دلوقتي؟ شايف القوام معايا؟ تضمني ان القوام طالما طلع معاكي مع المضرب وما قطعش تبقى المقادير زي الفل معاكي وتمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه خالص بنخلي ده كده وبنشيل ده من هنا وبنجيب البوله دي كده. اللهم صل على النبي. واعمل تركايه كده حلوه للاطفال الحلوين. باخد نص الكميه دي يا عم الشيف ووزعها على اتنين. حلوة قوي. ومعانا كاكاو ومعانا شوكولا ومعانا ليمون مبشور او عصير ليمون حسب الرغبة. حلو الكلام. هناخد نص الكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص الكمية هنا تقريبا كده، ونص الكمية تاني هنا كمان. اعتقد ان المقادير اللي انا عملتها في متناول الجميع، والطريقه سهله. بتقسم نص الكميه بالشكل ده كده في كوبايه كبيره، في بوله ازاز زي ما انا شغال كده حسب الرغبه. حلو قوي تمام. ومعانا شويه حليب ومعانا الكاكاو بتاعنا زي الفل. ادي واحده بالليمون. هننزل بالليمون هنا كده بشرة ليمون حلوة ما يكونش حامض. نقلبه كده ومعانا الكاكاو بتاعنا بننزل بيه هنا. بنحط شوية حليب عشان يدوب معاه. ممكن بنقلبهم كده زي ما احنا شغالين اهو. اللونين دولت لون الابيض اللي بالليمون مع اللي بالشوكولاتة عايزين نحطهم في قالب ويبقى شكل الكيكة بتاعتي حلو. نعمل ايه يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ تمام زي الفل. عايز اقسم انا الخليط، اقوم اعمل حركة لطيفة تقدر تعمليها انت برضو. بيكون عندك كوباية او عندك قالب زي ده كده بالشكل ده كده، وبنحطه في نص القالب بتاعنا. شايفين كده اهو، خدت النص الابيض ده كده بطعم الليمون، وبسرعه احط النص التاني بطعم الشوكولا. اللهم صل على النبي. ينزل كده يبقى الكيكه شكلها حلو بعد ما تستوي. بالتاكيد لما تتعرض لدرجه حراره الفرن الكل هينسجم مع بعضه، ولكن يهمني ان كل حاجه يبقى لها طعم. عايز ازود الشوكولاته، انا معايا شوكولاته هنزود شويه مفيش مشكله، ولكن ثلاث حاجات هقولهم تحطهم في الاعتبار وتركزي عليهم وانت بتعملي اي كيكه. البيكنج باودر تشيكي عليه وتعرفي ان هو تاريخ صلاحيته تمام، عندك في الثلاجه بقاله كتير تختبريه وتحط عليه ميه، اذا فار معاكي يبقى شغال وزي الفل. البيض يطلع من الثلاجه مسبقا قبل ما تشتغليه. الشوكولاته دي تنزل هنا كده، وعايزه تحط شويه شوكولاته هنا مفيش مشكله برضو، هتاخدها بالشكل ده كده وتدخليها الفرن. عندك الفرن درجه حرارته 180،
ولكن السؤال كالعادة دي مكانها فين في الفرن؟ اه درجة حرارة الفرن عندي 180، كيكة بالشكل اللطيف الحلو اللي حضراتكم شايفينه، ولكن يهمني البساطة والسهولة والمرونة. هدخلها الفرن بالشكل ده كده، تمام اهي، اللهم صل. لازم درجة حرارة الفرن تكون مسبقا الفرن جاهز ودرجة حرارته 180، دي برضو عامل رقم واحد لنجاح أي كيكة بتعمليها. أستاذ حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لطبق دايما بنحب ناكله بره او ان احنا نعمله في البيت، ولكن له تركايه وله اسرار. فتت شاورمة اللحمه تتعمل ازاي؟ اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايزين نشوف مع بعض ازاي نعمل فتت الشاورما بالطحينة بالزبادي. طبعا هيكون طعمها لطيف، ولكن الفتة دي حساسة قوي على فكرة. لو احنا ما اهتمناش بالتوابل بتاعتنا وظبطنا الزبادي مع الطحينة، الشاورما مش هتطلع مظبوطة. المقادير على الشاشة: لحم شرايح متقطع شاورما، يا اما تشتري جاهز يا اما تقطعها في البيت تاخدها شرايح. معانا زبادي لتتبيلة الشاورما غير الزبادي لخلطة الشاورما، معانا هريسة حمراء، معانا كمان طحينة في التوابل، وما ننساش البصل شرايح أو جوليان، والبهارات بتاعتنا حبهان وهيل، وكل المقادير موجودة على الشاشة. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن هيبقى عندك طبق هرم غذائي إذا كان بروتين نوعين اللي هي اللحوم ومنتجات الألبان، مع العيش طبعاً الكربوهيدرات اللي موجودة فيه غير التوابل بتاعتنا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. البصل بقطعه شرايح بالشكل ده كده، وشرايح رفيعه جدا عشان تستوي مع الشاورما. وانا ضد ان البصله تبقى مصننه جوه الشاورما، الموضوع ده بيزعلنا على فكره. لما اجي اكل شاورما اشم ريحه البصل في الاكل بتضايق قوي، او التوم برضو. فاتغلب على الموضوع ده ازاي وانا شغال حالا دلوقتي وانا مع حضراتكم. البصله اهيت، شرايح بالشكل ده كده، طبعا هيتحط لها توم، سكينتك تكون حاميه متحكمه فيها بنفس قبضه ايدي كده، وده مهم جدا على فكره. باخد البصله بحطها هنا واحط عليها البهارات بتاعتنا. ايه بهاراتك يا عم الشيف؟ شويه الملح التمام، الفلفل الاسود، وانا شغال كده، بابريكا، هيل ناعم، قرنفل ناعم، كل دول مع بعض، شوية زيت حلوين، زيت زيتون، زيت عادي مفيش أي مشكلة، ولكن يفضل زيت زيتون. كل دول مع بعض يا عم الشيف، كل دول مع بعض، وأمسك البصلة دي أدلعها آخر دلع. هي دي التركاية. شفت البصلة دي كده؟ انسي صنان البصل، ملوش مكان بينا. طعم البصله ونحس بطعم البصل مفيش خالص. التوابل اهي، اللحم يتقطع بالشكل ده كده ينزل على البصله. يعني بعتذر اذا انا بذكر مثلا بعض المحافظات في كلامي، ببقى مركز في الطعم والاكل. ما تنسوش بقى ان انا برضو هنا يعني قدام الريحه الحلوه والجو ده كده، لو انتوا مكاني مش هتعرفوا تتكلموا خالص من الريحه الحلوه، خلاص الطعم هيخطفنا يعني. فسامحوني يعني لو انا بنسى حاجه يعني، بعتذر. هنقلب اللحمة مع البصلة الحلوة مع التوابل اللي أنا حطيتها. خلي بالك التركاية في إن أنا أقلب التوابل مع البصلة. حلو الكلام. شوية عصير ليمون حطيت، زبادي. خلي بالك الزبادي أهم حاجة في التتبيلة. ليه يا عم الشيف؟ لأن الزبادي ده بيخلي لك اللحمة طرية بعد ما تستوي، ما تبقاش ناشفة. بنقلب دول كلهم مع بعض. كده الشاورما على اصولها. يا نعم بيسالوني في الكنترول بيقولوا لي تتبيله الشاورما هي دي نفس تتبيله الشاورما الفراخ؟ هي نفس التتبيله بتاعت الفراخ بالشكل ده كده. شايف اللحمه صوتها حلو ازاي وشكلها حلو ازاي؟ نقول ثلاث علامات مهمين جدا هنا: البصله اتقطعت شرايح رفيعه جدا، تبلتها بالتوابل والزيت، وبعدين
خلطتها جيدا وبعدين حطيت اللحمه بتاعتي مع الزبادي. ايه الصح يا عم الشيف؟ الصح هنا دي تقعد في الثلاجه من بالليل تبقى عندك شاورما ما حدش بيعمل زيها. ولكن عشان احنا مع بعض والمصداقيه والشفافيه شعارنا انا هسويها دلوقتي، بس ده غلط. دي لازم تتحط في الثلاجه من بالليل او على الاقل خالص من 5 ساعات لاربع ساعات تقريبا. حلو الكلام، هناخدها زي ما هي كده بشويه زيت في الطاسه. انا صريح وواضح. حط في الطاسه كده ونسيبها تستوي مع بعض. حلو قوي. هسويها كمان بطريقه سهله. الشاورما عشان نسويها وتاخد طعم الشاورما المفروض تتحط في صينيه وتخش جوه الفرن يا عم الشيف على السلمندة بتاعه الفرن اللي هي النار المولعه من فوق علشان تستوي وتبقى محمره. حلو الكلام. انا بطريقه سهله كده بقلبها في الطاسه شديده الحراره تاخد لون، تستوي شويه، تحل شويه مع التوابل، وبعدين بحطها في الصينيه اللي موجوده عندي دي كده برضو درجه حرارتها عاليه وادخلها الفرن شويه. يبقى انا كسبت وقت هنا. لو اتصل بيا جوزي اهلي حبايبي عايزين ياكلوا مني الفته دي وزنقني الوقت اعمل ايه؟ الشيف المغازي علمني اخرج من المأزق ده بسرعه كده واسويها بسرعه. هي على النار كده هتستوي معانا ان شاء الله. حلو الكلام. معانا العيش المحمص بتاع الشاورما، عايزين نحمر شويه عيش ياخدوا طعم. نعمل ايه؟ الطريقه المبتكره بتاعت الشيف المغازي، العيش متقطع مكعبات، عيش بلدي او عيش شامي حسب الرغبه. العيش اللي معايا ده بلدي، هتبله وبعدين احمره في قلب الزيت مع بعض كده حالا. مهم جدا وانت بتستخدمي العيش في الشاورما لازم تحط في الاعتبار يبقى له طعم، لان احنا هنا ما عندناش شوربه كوارع ولا شوربه لحمه، فبنعتمد على التتبيله بتاعه العيش. هناخد العيش ده كده في صينيه كبيره بالشكل ده كده. عايز تبص على الكيكه بعد شويه، الوقت المسموح لفتح الفرن بعد وضع الكيكه في الفرن تقريبا ربع ساعه. ادي العيش بالشكل ده كده متقطع مكعبات بالسكينه او تقطعيه بايدك حسب الرغبه. بنحط عليه شويه ميه صغيرين، ميه على العيش يا شيف، اصبر على رزقك مستعجل ليه؟ اهو جربي الطريقه دي مع العيش البلدي وانت بتحمري الشاورما، خلي بالك شويه ميه كده. هو ده السؤال والاجابه عليه حالا دلوقتي. انا عايز احط توابل على العيش واديله طعم، شويه الميه اللي حطيتهم على العيش هم اللي هيخلوا التوابل تمسك في العيش. شفت بقى الخبره الطهويه؟ اصبح العيش هنا له طعم. ويقول لك عيش وملح، الزيت اخباره ايه؟ شديد الحراره، شويه فلفل، سنه ملح صغيره. ده على العيش يا شيف؟ اه. جربيه وقولي رايك فيه. هنقلبه كده، فص توم ني معانا كمان اهوت في قلب العيش، ونقلبه كده ونظبطه كده اهو. رشه الميه مش عداوه، رشه الميه قرمشه وبقلاوه. اذا كان الليمون اخضر، دايما الليمون لما بيكون اخضر وبلدي بيبقى المراره بتاعته حنينه ومش حاميه قوي. الليمون كبير واصفر بتلاقي المراره بتاعته قويه جدا، فحسب نوعيه الليمون. في كل الحالات ان انا ممكن اقشر الليمونه تقشيره صغيره وابشرها، لان ماده الفيتامين سي والماده الحمضيه اكتر حاجه موجوده ما بين قشره الليمونه وداخل الليمونه عند البذور. العلم اللي قال كده، والعلم لما اتكلم سمع هس. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للتفاصيل الاخيره لعمل شاورما فته النهارده. معانا بطاطا حاره نعملها بطريقه سهله، وما تنسوش الكيكه الحلوه اللي بهديها للاطفال الحلوين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة وصلنا لإيه وبقى معانا إيه. بقى معانا أهم حاجة في طبق الشاورما، المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي انتوا شطار في انك تعملوها، ولكن خلونا أعمل مع حضراتكم إزاي خلطة الشاورما اللي هي عبارة عن زبادي وطحينة. أكيد المغازي له تركاية،
بس خلينا استاذن حضراتكم وناخد فرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين حبايبه نشوف الكيكه اللي هي لونين او طعمين، طعم الليمون وطعم الشوكولاه، فيتامين سي وشوكولاه تعلي المود. اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم. يا نعم زي الفل كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اهي بالشكل ده كده نحطها في طبق مدور معانا علشان نبص عليها. اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا الشاورما معانا على النار برضو لازم تستوي معانا. الطبيعي يا عم الشيف التورتايه او الكيكه طالعه من الفرن سخنه تديها رشه سكر بودر. خلي بالك اللون ده يا شفيق لون الشوكولاه، لون الشوكولاه عشان الناس حبايبي اللي بيشوفوا القصه، ولكن السر في القالب اللي انا حاطه في النص ده فصل ما بين الشوكولاه وما بين الليمون. حلو الكلام. بنسيبها تبرد شويه وفي الاخر بنشيل القالب في النص، وممكن تحط شويه فواكه شويه فروت سلطه في قلبيها، تحط صوص شوكولاه في قلبيها، تحط صوص ليمون في قلبيها حسب الرغبه. هنخلي مكانها هنا وفي الاخر نقدمها لحضراتكم ونشوف ازاي. حلو قوي. خلصنا من الكيكه اللي بالشوكولاه، عملناها بطعم الليمون وبطعم الشوكولاه. تعالوا نشوفوا اخبار الشاورما ايه. والعيش معانا في الفرن، كل ده بيخلص في وقته. تضمن ان الشاورما تستوي معانا. اللهم صل على النبي. اخبار العيش ايه يا شيف؟ عليه افضل الصلاه والسلام. خلص العيش في قلب الطبق كده. عايز اعمل شويه فته حلوين قوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ العيش يتاكل حفل واحده. شفت العيش ده؟ عيش بلدي قطعناه تبلناه، رشه الميه قرمشه وبقلاوه حطيناها كده، وفي الاخر نزل في الزيت تحمير. يا نعم. شيل ده من هنا وتعالوا نعمل الطحينه مع الليمون. صورة الطحينه مع الزبادي. ده مكانه. ادي الزبادي معانا وادي الطحينه، شويه توم طازه، المضرب في ايدينا، عصره ليمون محترمه مهمه جدا على فكره. وهقول لك على حاجه حلوه، دايما لما تيجي تحطي ليمون على زبادي لازم تحط الطحينه الاول، لان وارد وانت بتحطي الليمون الماده الحامضه على الزبادي يفرط منك، ده الطبيعي. لو بنحط نوع عصير ليمون على حليب مغلي او زبادي بتلاقيه فرط وبرغل منك، فلازم تحط الاول الطحينه بالشكل ده كده. اهو معانا توم طازه بينزل هنا في قلب الزبادي. ادي الطحينه مع الزبادي، طبعا لازم نعناع يابس او نعناع اخضر مفروم حسب الرغبه. زبادي وطحينة، عصير ليمون، شوية ملح، بعض المطابخ تحط دبس الرمان ده اختياري. شفت خلاص بقى كريمي ازاي؟ وجود الطحينة مع الزبادي هو اللي يديك طعم الكريمي ده. الشاورما لسه ما خلصتش منها، عند طاسة شديدة الحرارة، فأنا عايز أخد البصمة بتاعتها. بعمل إيه يا شيف؟ باخد الشاورما دي كده، بص معايا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خلصت الشاورما، هدخلها الفرن شويه عشان دي اخر حاجه هغرفها، عشان عندي بطاطا حاره عايز اعملها لحضراتكم بالشكل ده كده زي ما هي في درجه حراره الفرن 180. ننقل الشبكه بتاعتنا نحطها هنا كده. معانا البطاطس نقطعها بالشكل ده كده. عايز اعمل بطاطا حاره، اعملها ازاي يا شيف؟ انا مقطع طبعا البطاطس معايا ولكن حابب اقطعها مع حضراتكم كده. اهو القطعيه دي مهمه، لازم تتقلي في الزيت يا شيف، لازم تتقلي في الزيت. البطاطا الحاره ينفع تتعمل مسلوقه؟ طبعا مش هتبقى حلوه خالص. خلاص هاخدها على الزيت زي الفل. اللهم صل على النبي. البطاطس طبعا طبيعي لازم ان احنا نحطها في ميه عشان يا عم الشيف لونها ما يتغيرش. بناخدها كده زي الفل، زلزال في قلب الزيت بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله.
الله اهو شويه بطاطا حاره تاكل صوابع كره. اهم حاجه الكزبره الخضراء اللي افرمها مع التومه. حلو الطعم بقى، يا اما دبس الرمان يا اما هريسه حلوه حسب ما انت عايزه. انا بحب الطبق ده قوي. هنخليه في قلب الزيت كده واحنا شغالين مع بعض، ونجهز الكزبره والطشه بتاعت البطاطا الحاره دي. مدارس بقى، البعض بيعملها بدبس الرمان والبعض بيعملها يا عم الشيف بالهريسه، ولكن الاساسي فيها كزبره وتوم. ادي الكزبره الخضراء بتاعتي، بشيل العروق مش عايزها، ده الطبيعي، واركنها على جنب كده. نصيحه مني، بتفرمي بقدونس لتبوله، بتفرمي كزبره خضراء لملوخيه او باميه او بطاطا حاره، لازم انك انت تشيل العروق. اشيل ده من هنا عشان اساتذه المصورين. وادي الكزبره الخضراء بالسكينه بتاعتك، اللهم صل على النبي. الفرمه دي كده اهم حاجه انك انت تمسكي السكينه بقبضه ايدك، وشيل صباعك من على ظهر السكينه. معلومه اللي بقولها دي لكل ام بتتابعني، لكل اخت بتتابعني، عشان مع الوقت، لان المطبخ ده مملكتك فبتقفي فيه كتير، بتقطعي خضار، بتقطعي بصل، بتقطعي فاكهه، انك تحط صباعك كده على السكينه غلط. اساتذه المصورين حبايبي، هو ده صباعك على السكينه كده غلط. انا بشيل صباعي خالص من على السكينه بالشكل ده كده. خلي ايدك كده في السكينه، كل ما تيجي الفرصه واتكلم لازم اقول المعلومه دي كده، عشان ده مع الوقت بيحصل مشكله في صباع ايدينا. فرمت الكزبره بالشكل ده كده يا عم الشيف، اخليها على البلانش عايزها. عينينا، مقادير البطاطا الحاره على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع، تقدري تعمليها بسهوله. بطاطا متقطعه مكعبات وتتغسل الاول قبل ما نقطعها. في الاخر طبعا بنخليها في شويه ميه، ومعانا تومه ومعانا كزبره خضراء، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا بزيت الزيتون. دي بقى روحها زيت زيتون وتوم. طب التومه هنا هتاخد لون يا شيف؟ لا طبعا، خلي بالك. نخلي الطحينه هنا كده. خلي بالك اوعى تنسي وتحطي بقدونس. زبده، دي توابل او دي مقادير البطاطا الحاره. على البلانشه كل حاجه جنب بعضيها. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف مع بعض اخبار الفته ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تبص على الفته دي وتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، طلعت في وقت قياسي. طريقه السوى اللي انا عملتها دي كده انت ممكن تتبعيها وتعمليها لاولادك لو انت مستعجله. الاول خدت صدمه في طاسه، وبعدين اتحطت في صينيه، وبعدين حطيتها في الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها كده، ادي الشاورما استوت معايا. تعالوا نكملها مع بعض سريعا كده واحنا شغالين. اللهم صل على النبي. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه من اللحمه الحلوه دي كده، بحطها على الخبزه. الخبزه هنا مستويه معايا، متقرمشه، لها طعم تاني. ولازم الطحينه مع الزبادي تكون خفيفه، ما تكونش سميكه عشان العيش يتشرب منها. شفت الجو ده كده؟ بخلي دول على جنب تاني، وناخد الزبادي بالطحينه بتاعتنا ننزل بيه كده على الوش. شفت القوام ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ لازم الزبادي مع الطحينه ينزل كده ما بين الخبز وبعضه، ما بين اللحمه. بألف هنا وشفا للي ياكل، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. طبق فيه كل العناصر الغذائيه، هرم غذائي الطبق ده، فيه كل حاجه ممكن تدوري عليها، اذا كان بروتين في اللحوم والبروتين في منتجات الالبان، البصل بتاعنا. يا سلام يا سلام، جيت في وقتك يا حبيبي. بيقولوا لي في الكنترول لو رشت صنوبر، ممكن شويه لوز شويه صنوبر حسب الرغبه. اللحمه احطها كده، بس اللحمه مستويه يا شيف. نجرب الطريقه اللي انا استخدمتها دي كده او اللي انا عملتها، وتقولوا رايكم فيها ايه. اللهم صل على النبي، زي الفل. كل اللي انا هعمله كده، معايا شويه بقدونس حلوين، لحمه فتت
شاورمة اللحمة تحب البقدونس؟ ها؟ حلو زي الفل. معانا هريسة حمراء، شفت الجو ده كده بقى؟ ده بقى التركية بتاعة المغازي دي، مش سبايس قوي خلي بالك، لسه ما خلصتش برضو. معايا الزبادي بالطحينة، الله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف، ألف هنا وشفا للي ياكل. خلصنا من طبق الفتة، نيجي للبطاطا الحارة بتاعتنا سريعا مع بعض. اه واحنا واقفين كده جنب البطاطا الحلوة، ادي التومة معايا، اللهم صل على النبي اهي، ما استناش على التومة لما تاخد لون، خلي بالك هتمرر لك البطاطا، عينيا. اه معانا زبدة تنزل مع التومة، حلو قوي. معانا الكزبرة الخضراء تنزل على التومة، كل ده لاحظتوا حاجة؟ إن أنا مجهز كل حاجة. خلصت. نقلب كده، تاكل صوابعك وراها. معلقة هريسة حلوة في قلب الخلطة دي كده، ونشيل ده من هنا. مطبخنا النهاردة فيه شوية بساطة، شوية سهولة، شوية خفة يد، بس خفة يدي في الخير. شايف الخلطة اللي أنا عملتها دي كده؟ مستنية الملح بتاعنا والفلفل الأسود بتاعنا، ونقلبهم مع بعض كده. ونروق الدنيا دي كده عشان مخرجنا ما يزعلش مني. نظافة مطبخك أهم حاجة، هي اللي بتفتح نفسك للأكل، وهي اللي بتخليكي قاعدة على السفرة كده ومبسوطة. مش نعي أهم تنظيف المطبخ، إنك بتنظفي مطبخك أول بأول زي الشيف المغازي أهو، منديل، وده حاجات سهلة جدا خالص، مصروف بسيط ولكن يخلي مطبخك رايق بالشكل ده كده. أهو حلو أهو. ناخد البطاطا الحارة بتاعتنا، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف، إيه الجمال ده. أهو يلا يلا نصلي على الحبيب، قلبك يطيب، بطاطا حارة أهي. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده، يا ويلي على الطبق ده، لو عملتيه بطريقتي هتدعي لي. اللي تحت يجي فوق واللي فوق يجي تحت، كزبره خضره، تومه. البعض زي ما قلت لحضراتكم بيحط دبس الرمان، انا عاملها النهارده بطريقه مصريه، كزبره خضره، تومه، هريسه حلوه اهي، شويه الملح وشويه الفلفل، اكتر من كده ما تحطيش. طبق الغرف فين يا عم الشيف؟ اهو اللهم صل على النبي. حلوه قوي على فكره، انا بحب دايما البطاطا الحاره معموله بالطريقه دي، فراخ مشويه، لحمه مشويه، حسب الرغبه. يلا صل على الحبيب. اهو في دقائق معدوده عملنا طبق تقدر تسميه بالطريقه المصريه، بالطريقه الشاميه، زي ما انت عايزه. حطيت دبس رمار خد الطعم الشامي، حطيت كزبره خضراء وتومه خد الطعم المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، تسلم ايدك. الجرنش بتاعنا عود نعناع حلو، بما ان البطاطا تحتوي على كثير من التوم. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، قدرنا ان احنا نحقق رغبات حضراتكم ونعمل مع بعض كيكه لونين بالشوكولاته وبطعم الليمون، وعملنا كمان فتة شاورما لطيفة وجميلة، وعملنا بطاطا حارة للأطفال الحلوين اللي يحبوا البطاطا مع الشاورما. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مس بيرو. We'll be right back.